هكذا استقبل الشاب أبو بكر الصديق صاحب 18 ربيعاً الذي عاد إلى أحضان عائلته بعد مغامرة في قوارب الموت التي جعلته يقضي 45 يوماً كاملاً في أحد السجون الإسبانية التي عاش من خلالها أسوأ أيامه. أن هذا الهجرة الشرعي الغير الشرعية ما هو حل، ماشي ما راش حل. الإنسان اللي راه يبغي يروح يشوف فرنسا هي كل شيء بقضاء الله وقدره. الإنسان اللي يبغي يروح فرنسا يروح بتأشيرة، يروح بقدره كما نقولوا احنا ويرجع بقدره، ما يذلش روحه للأوروبيين هذو الكفار راهم عاملونا بمعانينا. يقول لك ما يحس بالحرية اللي خادم الحبس السجن اللي ذاقه. الحمد لله رجعنا بلادنا. نصيحتي للشباب وأنهم يقلعوا هذه الفكرة من رسانهم. الإنسان لازم الإيمان تاعه يقوى شوية، يدير في راسه قضاء الله وقداره. جحيم الهجرة غير الشرعية جعلت من أبو بكر الصديق يشعر بالندم، وهو يروي معاناة رحلة عنوانها الفشل. الحمد لله ارجع، ومن المهم جانا مليح. يوميا تحضر عليه، تعيط له، تبكي يوميا، شغل احساس ما نطيقش نقوله لك. احساس الام كل يوم كل يوم تهضر عليه وتبكي يوميا. احنا نتمناو الدوله تاعنا نبغوها توفر لنا هذا المناصب العمل، تعطينا الحقوق تاعنا. ايا وكما قلنا نعاودو نكملو. الظروف اللي دفعتنا لاوروبا هي العمله، العمله تاعنا راهي طايحه بزاف. دينار الجزائري الدينار الجزائري طايح. معظم الشباب تاوعنا يحوسوك شغل على الاورو، باسكو الاورو طالع بزاف، يحوسوا العيشه والرفاهيه. ابو بكر يوجه رساله شاب للشباب الذي يقرر بالمجازفه بحياته والتراجع عن مثل هذا الامر في ظل الويل الذي يعيشه الشباب في السجون الاسبانيه.